بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية يقول إن عدد ضحايا الزورق الغارق قبالة سواحل طرطوس ارتفع إلى 98 ضحية في حصيلة غير نهائية. المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسن يقول في بيان إن مأساة غرق مركب طرطوس كان يمكن تلافيها قبل وقوعها، مضيفاً أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية بما فيها الصراع في سوريا. وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد يشترط على تركيا وقف ما وصفها بالأعمال العدائية ضد سوريا وإنهاء احتلالها ودعمها المجموعات الإرهابية مقابل إعادة العلاقات معها إلى ما كانت عليه. وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد محمد حسن قطنا يدعو خلال اجتماع رباعي مع وزراء الزراعة في الأردن والعراق ولبنان لتسهيل انسياب البضائع والسلع بين النظام وهذه الدول. وفاة شاب في دمشق بعد رفض مشفيان استقباله ضمن قسم الإسعاف والطوارئ على خلفية تعرضه لصعقة كهربائية مفاجئة. الائتلاف الوطني السوري يعبر عن دعمه للاحتجاجات في إيران ويدعو المجتمع الدولي للوقوف بجانب الشعب الإيراني.